توصل معكم حتى للماضي 3 متاع العشية، خلتنا للماضي ساعة ودقيقتين وقاية تنشينة اليوم. مع كل حكاية تنشينة، حكاية حكاية وتنشينة، مع كل حكاية تنشينة، حكاية حكاية وتنشينة. فكلي وتقالي الحل. فكلي وتقالي الحل. جوست حبيت نعرف أمولي شكون اللي تغني فيه. أميني تعالى ذلك في الأخبار، تحية زميلتنا أميني ولا حلومة في الإخراج. صقر يقول لي. ولا دونك شنشينة اليوم كالعادة مع حسين فرشيشي. حسين أهلا وسهلا بيك. على عصيم أخي، مرحبا. شحوالك صفا لباس؟ الحمد لله الحمد لله. تحية ليك في كامل الفريق خوي. تحية ليك، شكرا ليك على قبول الدعوة كما العادة. دونك عنا تشنشينة الأغلال البارح، فما عدد كبير من المستمعين اللي أصابوا في اختيار في الإجابة الصحيحة. دي كومنتير تقول الصالات الأغلال كانت البارح الإجابة الصحيحة هي الصالات. دونك اليوم حسين شنو تشنشينتنا اليوم؟ أي نهج سنتنا اليوم قال لك على أنت معرشة في الأرض مكرشة، بوها السلطان وولد ولدها شيطان. بي كالعادة فكرنا فيها بشوية حسين. قال لك على أنت معرشة أي في الأرض مكرشة، بي بوها السلطان وولد ولدها شيطان. بي على أنت معرشة. أنت معرشة معناها أنت معرشة. معرشة عندها عرش معناها في الأرض. عرشة في الأرض. مكرشة إيش معناها مكرشة؟ معناها كما نقولوا إحنا سميكة برشة، كي تعظم معناها الشجرة ذي، فهمتني؟ أي بي أي فديجا قريب نطلع حالنا. بوها السلطان ولد ولدها شيطان. بوها السلطان ولد ولدها شيطان. ولد ولدها شيطان. بي مسالش ناخذ الاحتمالات من عند الجماعة لهنا، ومن بعد حسين ماك نرجع معك في آخر الحصة تعطينا اسكو الإجابة صحيحة ولا لا. يقول لنا شوف حسين نلعب لعبة، إذا كان صحيحة الإجابة متاع الفريق لهنا قل لي ما نعرفش أنا، قل لي بهاء. إذا كان غلطة قل له راك غلطة ديرك، قل له في وجهه. دونك صقر الغربي المخرج الرقمي يقول الهندي هكا زعمها صحيحة ولا يا حسن؟ لا اختيارك غلط سيد المخرج. زعمة أمل بن سليمان شنو زعمة شنشينتنا اليوم؟ زيت سهل هنا شوية حسين، هي في إطار شو معناتها حاجة صنيعة خليقها. هي خليقة وكان سدي جابك لك هي جبتك فالشجرة قلت قريب معناها نطلع حيك. هي تبقى فهي شجرة ذي فم بوها السلطان معناها تنتج مرولة حاجة تحب يكرموا بها ويضيفوا بها السلاطين سيدي. وبعد ولدها اللي مش يجيب معناها مستورته هي من العرش نتاعها يولي الشيطان. سيء به واضح هذا. يلا نخليو الوقت للمستمعين بتاعنا كل اذا كان ينجموا بتبيعها يتصلوا بين على 72-280-300 يشاركوا في تشنشينتنا اليوم. سينو زادها كيما العاده لي كومنتير نتاعكم على باج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام ولا انستغرام ولا حتى اليوتيوب. زادها تعطيونا شنو رايكم في تشنشينتنا اليوم، زعما شنو حلها تشنشينتنا اليوم. نعطيكم كالعاده التفاصيل بعد شويه، نذكركم بتشنشينه اكيد بعد شويه، نعاود نذكركم بها في كيف فقراتنا وكالعادة نخليكم الوقت باش نتوما تعاد جاوبونا في لي كومونتير. يلا سينو ماضي ساعة و6 دقائق هذه تشنشينة اليوم.